فندم. اهلا بيك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. استاذ احمد، حضرتك شفت المباراه وشفت ما حدث من الحكم، عايزين نعرف من حضرتك رؤيتك لهذا اللقاء كيف كان؟ بص، خلينا يعني نعطي المباراه حجمها الحقيقي، ان ده نهائي، ده طبيعي، نتيجه طبيعيه جدا لفريقين كبار زي الاهلي والوداد وصلوا النهائي، فلازم يعني واحد واحد، ده نتيجه انا شايفها طبيعيه. نعم. ما فيهاش اي حاجه، بعيدا عن الاخطاء التحكيميه اللي تسببت في ضرر النادي الاهلي، لكن بشكل عام ما عندكش خوف على الاهلي، الاهلي بقى بيلعب بيقدم بيوصل، ما عندوش توفيق في اكثر من هجمه، لكن في المجمل الاهلي مطمنك، ده مهم. لكن الحكم، لا الحكم مستواه يعني ما كانش على الهدف، هو كان اضعف حلقه في المباراه، كان مهم جدا ان يكون في حكم افضل من كده في الحق، وتصريحات الاستاذ مصطفى فهمي كانت واضحه جدا النهارده، ان واحد من اضعف حلقات الكاف هي التحكيم الافريقي. ده واضح، حتى كابتن ياسر عبد الرؤوف لسه كان معانا في مداخله وقال ان الكاف اتزنق في الحكام النهائي، والزنقه هي اللي خلت حكام ما هياش من الصف الاول بتسند اليها المباراه النهائيه. بص يا كابتن، ممكن ما يكونش عندك حق، يعني ممكن الحكم ما يكونش بالصف الاول، لكن يعرف قيمه مباراه نهائي، مباراه ما بين فريقين بيتنافسها على النتيجه الايجابيه قبل مباراه العوده. نعم. الاهلي لو اخذ حقه في التحكيم كان المباراه على الاقل خرجت 3-1. نعم. يعني تحكيميا كان ليها تاثير في نتيجه اللقاء. طبعا، لا، وانا بسلم الكابتن فيليب في كلامه، لازم يكون في تواجد اكثر للرياضيين، للجماهير، لازم يكون في حشد من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر للتاكيد على ان الجميع خلف النادي الاهلي للفوز باللقب والعوده الى القاهره والتاهل الى المونديال الانديه الجديد في ابو ظبي بالنسختين المقبلتين، النسخه اللي ان شاء الله هتبقى 2018 2019. مهم جدا يكون في طمانينه للعيبه ان الجماهير خلفهم، والروح كمان اللي بتبثها اللعيبه القدامى ووجودهم في المدرجات ووجودهم حوالي اللعيبه بيكون بيديهم دوافع معنويه ان هم يحاولوا. استاذ احمد، انا كنت عايز اعرف رايك بس في فرقه الوداد، انا اتفرجت عليها في السيمي فاينل قبل ما يطلعوا الفاينل، مش ده الفريق اللي احنا كنا بنتفرج عليه الحقيقه، ده الفرقه دي جت حاجه هنا تانية خالص، يعني متغيرين تماما. هو المدرب قرا، يعني قدر ان هو يقرا الاهلي. الاهلي كان عامل حاجه مهمه جدا في مباراه الترجي والنجم، هو كان عامل الثغره او الفراغ ما بين خط الدفاع وخط النص، هو الراجل، هو الاهلي كان عامل كده، فعلشان كده قدم بشكل كويس وحقق اهداف كثيره في مباراه النجم. اللي عمله حسين عموسه المدير الفني للوداد قفل المنطقه دي، لذلك حضرتك لو شفت لو ركزت في مباراه لها رقابه لطيفه، ما بين ما فيش فراغ ما بين اللعيبه، كل اللعيبه متتاليه ورا بعض، فهو ده امتداد من الضغوط على لعيبه الاهلي، بالاضافه لعدم التوفيق في اكثر من كوره لازارو او وليد كليلان او حمودي او اجاي، كل الامور دي ما كانتش في صالح الاهلي، علشان كده النتيجه 1-1. انا شايفها نتيجه يعني مطمئنه، نتيجه يعني للاثنين واحده، ما فيهاش يعني الوداد مش هيروح في النهائي عنده اكثر من عنده فرصه زي الاهلي، الاهلي عنده فرصه ان هو يخطف هدف فيبقى في تعادل. النتيجه البث الوحيده اللي اتخرج الاهلي ده التعادل السلبي او الخساره، وانا اعتقد ان شاء الله ان لعيبه الاهلي قادره ان هي تعمل نتيجه ايجابيه، سواء بالتعادل 2-2 او الفوز في المغرب 2-1 ان شاء الله. استاذ احمد، هل تؤيد دخول الجمهور الى مدرج التتش لازر مؤازره الفريق قبل ذهابه الى المغرب؟ أنا شايف إن الروح العالية جدا من الجماهير في الفترة الأخيرة ده ضروري إنه يكون دافع للعيبة، ووجودهم جنبهم هيطمنهم، وبتكون رسالة لأن اللعيبة تعود بالكأس وتفرح الجماهير. مهم جدا إن الجماهير تكون موجودة في التتش، مهم جدا يكون في جماهير خلف النادي الأهلي في المغرب على غرار اللي حصل مع الوداد، وجماهيرهم بصراحة قدموا صورة طيبة جدا، ما كانتش فرجة على النص. نفس الوضع من جماهير الاهلي الحاشده الكبيره جدا في استاد برج العرب، ما كانش فيه خروج، فدي رساله محترمه.
بإذن الله. أستاذ أحمد الشامي الناقد الرياضي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بيتكلم في نفس الأمور كابتن شريف، ولكن هنرجع ونطلب تاني يا ريت مجلس إدارة النادي الأهلي، يا ريت سيادة اللواء شيرين شمس نسمح لدخول الجمهور. أنا عارف إن الموضوع بياخد موافقات أمنية ولازم الدنيا تبقى متنظمة، ولكن لا يعلو صوتك قبل يعني فوق